هو هلا هذا الشيء اللي عم يخلي اليوم كثير من المشاريع معطله، انه مثلا خصوصا بالفترات اللي صار فيها قفزات بسعر الصرف. اقول هلا صار له فتره لا مستقر تقريبا على حد معين. سابقا كان الواحد مثلا بيتعاقد على سعر صرف ما بيبدا التنفيذ مثلا او التوريد غير ما يكون الضعف سعر الصرف بين يوم ويوم. احيانا بقول لك انا صرت دخلت بخساره محققه طبعا. احيانا يمتنع يعني كثير كثره حالات بالوزاره هي المتعهد الناكل. متعهد الناكل صرنا نشوفها كثير. نعم. يقول لك معلش يروحوا تأميناتي واخسر ولا نعم. كمل بالعقد وخسارتي تكبر. أي. بس هذا الشيء قديش عم يعمل حاله ضرر كبير بالانتاج. هذا على الحاله الانتاجيه احنا عم ياثر. ممكن تكون ملتزمين بالوقت انه بهالتوقيت هذا يا اخي اذا ما جانا هذا الشيء او مثلا اذا ما استغلنا شيء وبعد شهر خلص. هلا الموسم الزراعي هيك نحن مرتبطين بمواعيد محدده يعني. نعم. في عندنا موعد محدد لزراعه القمح بمحافظه القنيطره. في حال تاخرت شوي صار هطولات مطريه غزيره ما عاد تتمكن من زراعه القمح. ونحن اراضي السليخ بالمنشاه معظمها يعني بناء على توجيهات السيد الوزير والحكومه انه تزرع قمحا شتوى. نعم. معظم الاراضي حسب الموازنه المائيه الموجوده عندي المزرع وسقي نحن معظمه. نعم. ففي عندي موازنه مائيه، في عندي موارد مائيه كافيه يتم زراعه محصول القمح وحصاده وتسليمه للمؤسسه العامه للحبوب. نعم. هذا ينعكس استاذ نزار على مستوى الخدمات اللي نحن بنقدمها للاخوه الفلاحين. احيانا فعلا نحن دائما مقصرين بحق اخوتنا الفلاحين اللي حكينا نحن، لانه احيانا بدنا ندعم المشاريع الزراعيه، نشتري مستلزمات انتاج من اسمده وبزار ومبيدات، واحيانا ترميم قنوات. نعم. ترتيب حفر ابار، كل هذا مرتبط هو بالعمليه الانتاجيه مع الاخ الفلاح. بغض يعني العمل وزاره الزراعه ومديرياتها مرتبط دائما مع العمل الفلاح على الارض. نعم. هذا احيانا عم ينعكس على مستوى الخدمات وبصير نوع من التقصير. نعم.